اخر توبولوجي عندنا بقى في الفريم ريلي اللي هو باك تو باك فريم ريلي. تكنولوجيا الفريم ريلي اساسا انقرضت، فما بالكم بالفريم ريلي او اللي هو الباك تو باك فريم ريلي، ده اساسا خلاص يعني ديزاين ما حدش بقى بيشتغل بيه. بس طالما بدأنا في الفريم ريلي نخلص منه، تمام. ايه حوار بقى الباك تو باك؟ معناه ان انا عندي تو راوترز زي مثلا R1 و R2، عايزه احدد ان الانكابسوليشن اللي ما بينهم هيبقى نوع فريم ريلي، رغم ان هما مش متوصلين عن طريق فريم ريلي سويتش اصلا، وعشان كده الديزاين ده اسمه ايه؟ باك تو باك فريم ريلي، تمام. فهفترض ان انا هوصل هنا S1 اوفر 0 مثلا ب S1 اوفر 1، واحط جهات هنا عشرات مثلا اوفر 30. نجرب كده التوبولوجي ده، هسحب تو راوترز R1 R2، هوصل لهم سيريال انترفيسز، هنوصل على تو راوترز 4T سيريال انترفيس، هوصل سيريال 1 اوفر 0 سيريال 1 اوفر 1، تمام. ونقوم التو راوترز ونكونكت عليهم. طبعا في حاجة هنا، اصلا مفيش فريم ريلي سويتش ما بين الاثنين، فلو انا هستخدم هنا دلسي معين ماست اللي قصاده يكون نفس رقم الدلسي، هو مفيش فريم ريلي سويتش ما بينهم. الكوارتر وفرع بس، هيك كوارتر وفرع بالظبط، تمام. كل اللي مطلوب مني هنا ان انا اول حاجة احدد الانكابسوليشن، الانترفيس الثاني S1 over 0. هاجي على تو انترفيسز واقول له ان الانكابسوليشن نوع فريم ريلي، تمام. الخطوه اللي بعديها بقول له IP address 10.0.0، هنا هيبقى 10.0.0 كام على الراوتر ده؟ 10.0.0.1 صح، والتاني هيبقى 10.0.0.2، تمام. قبل النوشن ده ونخلص الكونفيجريشن، على الراوتر الاولاني هقول له فريم ريلي ماب الاي بي البعيد عني اللي هو 10.0.0.2 على الدلسي بتاعي انا اللي رقمه اتفقنا على 102. هو دايما بنسى الاي بي اللي هناك بالدلسي بتاعي بالظبط. ليه؟ اصل الاي دي اللي انت كده بتعمل ستاتيك مابنج للمابنج تيبل اللي اتكلمنا عنه، ان انا ممكن اعمله عن طريق البروتوكول الانفرس ارب، تمام. او ان انا ممكن اعمله ستاتيك مابنج زي ما انا بعمل كده. اصل انا لغايه دلوقتي الاي بي الدرس بتاعي انا عارفاه، انما الاي بي بعيد عني انا اسف العكس الاي بي بعيد عني بالظبط، انما الدرس بتاعي انا لغايه دلوقتي ما عملتش اي كونفيجريشن تعرفني ايه هو الدرس بتاعي انا. يعني هو ال 102 ده الدرس بتاعي مين؟ ال 102 ده الدرس بتاعي انا. يعني انا فاهم معاك الدرس بتاعي. من الامر ده. في اي امر تاني انا كتبت فيه الدرس؟ لا. هو ده الامر اللي انا كتبته اللي بيعرفني ان الدرس بتاعي انا اللي انا هحطه على الفريم لما تيجي تطلع، لا لما تيجي تروح ل 10.0.0.2 هروح احط عليها درس 102 عشان اعرف R2 ان انا جاي من R1. بالظبط، تمام؟ لان احنا كنا قلنا اساسا ان الهيتر بيشيل سورس درس بس. تمام؟ طيب نروح عند الراوتر التاني نفس الكلام، هقول له هنا تحت الانترفيس فريم ريلي ميل الاي بي البعيد عني 10.0.0.1 على الدلسي بتاع انا اللي رقمه 102، ونقول له بعد كده نو شت داون على الاثنين، ونصبر كده شويه نشوف هيديني ايه. شو اي بي انترفيس بريف اب داون، وبدل ما استنى مش حوار وقت، هيفضل داون عشان ايه؟ هيفضل اب داون عشان السايت التاني لسه ما تعملش عليه كونفيجريشن. انا لسه المفروض يقع دلوقتي تاني، المفروض يقع. تمام، نصبر عليه شويه المفروض يقع، وكده كده مفيش كونكتيفيتي. ليه بقى؟ هو انا عندي هنا ال ام اي، مش ال ام اي اللي كان بيعمل لها جنريت هو الفريم ريلي سويتش؟
انا ما عنديش هنا ال ام اي واقع داون اهو. سوري شوف فريم ريلي انترفيس بريف وقع تاني اب داون تمام. فلو انا قلت له شو فريم ريلي ميب قال لي ان الستيتس ديليتد، ما انا اصلا ما عنديش ال ام اي، ما عنديش ايه ال ام اي. طب والحل؟ قال لك سيمبلي هنزل تحت التو انترفيسز اس 1 اوفر 0 واقول له نو كيب الايف على التو انترفيس. مش ال ام اي المفروض ان هي بتتبعت كل 10 ثواني؟ انا بقول له ما تعتمدش عليها، قوم لي الانترفيس ده ما تعمليش كيب الايف، ما تعتمدش على كيب الايف. تمام. طلع هنا سيس لوج وقال لي حاله الانترفيس فعلا قامت. لو قلت له المره دي شو اي بي انترفيس بريف قام هو اب اب. لو قلت له ثواني ماب قال لي ستاتيك. احنا كنا قلنا ان في عندي ثلاث انواع او اربع انواع من حالات الانترفيس تمام، مش الستاتيك دي معلش، في عندي اربع انواع من حالات الانترفيس. ستاتيك دي يعني المقصود بيها ستاتيك مابينج تمام، انما ديليتد ديليتد الستاتس متشاله من هنا مش موجود. سيسكو ده نوع ال ام اي متشاله تمام. بعرفها منين؟ من شو فريم ريلي بي في سي. هلاقي هنا ان الحاله بتاعتي ستاتيك، الستاتس ايه ستاتيك. احنا كنا قلنا في عندي اربع انواع اكتف ان اكتف ديليتد، وقلنا في فيري سبيشال كيس اسمها ستاتيك. هي دي ستاتيك، دي المقصود بيها ايه؟ ان تو راوترز كونكتد باك تو باك عن طريق تكنولوجي الفريم ريلي من غير فريم ريلي سويتش، وساعتها مفيش ال ام اي. فبقول له نو كيب الايف، وساعتها الستاتس بتاعت الانترفيس بتاعتي بتبقى اكتف ولا ان اكتف؟ بتبقى ايه؟ ستاتيك. بتبقى ايه؟ ستاتيك. تمام. هوقف الفيديو واخد الاسئله. حاضر. هنت بس كده بسيطه، انا هفترض دلوقتي ان اللي قدامي ده فريم ريلي سويتش، هفترض ان اللي قدامي ده ايه؟ فريم ريلي سويتش. انا عملت كونفيجريشن حولت الراوتر لفريم ريلي سويتش قبل كده، عايز اعمل نفس الكلام بس بطريقه تانية. انا عن نفسي مش بفضل الطريقه دي خالص، كده كده زي ما اتفقنا تكنولوجي الفريم ريلي ليجاسي وقديمه وبتنقرض، فتخيلوا بقى الطريقه دي اقدم كمان تمام. انا كنت حولت الفريم ريلي سويتش ازاي؟ قلت له فريم ريلي مسافه سويتشنج، وبعد كده نزلت تحت كل انترفيس وبدات ان انا اعمل كونفيجريشن معينه. لا انا هقول له كونكت مسافه واديله اي اسم. انا هفترض مثلا التوبولوجي بتاعي كالتالي، ان ده الفريم ريلي سويتش، وعايز اوصل الراوتر ده براوتر ده براوتر ده ادي 1 2 3 تمام. هفترض ان ده اس 1 اوفر 0 وان ده مثلا جاي لي من 102 رايح هنا 201، وجاي من هنا من 103 رايح هنا 301. يبقى هقول له فريم ريلي كونكت واديله اي اسم. هقول مثلا ان الكونكشن الاولاني ده ما بين راوتر 1 راوتر 2 راوتر 3، فاقول كونكت راوتر 1 2 راوتر 2 مسافه. ايه هو السيريال انترفيس اللي انا عايز استخدمه؟ اس 1 اوفر 0. الانترفيس ده لو جات لي داتا من عليه من الديلسي رقمه 102، نستخدم الهلب كده هطلعها من السيريال اللي هو اللي تحت ده سيريال. هفترض ان هو مثلا 1 اوفر 1 مثلا 1 اوفر 1 على الدلسي. انا متاكده ان الامر صح، امال اللي اداني ايرور؟ لو اداني ايرور كان ممكن يديني ايرور هنا كمان. على فكره اول ما يجي على انترفيس معين ويقول لي انريكوجنايز، يعني معنى كده ان الانترفيس ده انا ما حددتش نوع الانكابسوليشن عليه فريم ريلي. يبقى الامر ده عشان يشتغل لازم الاول حاجه واحده بس، اني اعمل ايه؟ انزل تحت الانترفيسز واقول له ان الانكابسوليشن فريم ريلي. نجرب تاني كونكت واديله اي اس. لو الترافيك جالي من اس 1 اوفر 2 من الدلس اللي رقمه 102 طلعه من اس 1 اوفر 1، المره دي الهيل بيشتغل اهو، طلعه على الدلس اللي رقمه 201 تمام. طبعا هنا مديني ايرور لان انا فعلا مش مظبطه الشبكه بتاعتي صح، وبالمن مش موصله فعلا براوترز، وبيقول لي ان ده دي تي اي ديفايس اساسا يعني
لان انا اتعاملت معاه كانه سويتش راوتر عادي بالاوامر اللي فاتت. وهو اساسا بالظبط ما ينفعش الاثنين، ما هو لاير 3 ديفايس يا لاير 2 ديفايس تمام. فعشان كده اداني ايرور. هنت كمان، بقيه الكونفيجريشن كلها هتتعمل تحت الانترفيس زي ما اتعلمنا المره اللي فاتت. اي نوع ال ام اي مش عارفه كل الكونفيجريشن هتتم تحت الانترفيس تمام. يعني هو ده الوحيد، الامر الوحيد اللي بعمله في الكونفيجريشن مود كانه بالظبط مقابل لمين؟ لفريم ريلي راوت. الامر بتاع فريم ريلي راوت انا مش بفضل الامر ده خالص. ليه؟ لاني ساعتها لما بقول له شو فريم ريلي راوت بيظهر لي فوش. المره اللي فاتت لما استخدمنا الامر ده كان ظاهر لي ايه هو المابنج اللي انا عملته، ايه الراوتنج اللي انا عملته، لا بيظهر فاضي خالص، وبالتالي بالنسبه لي بيبقى اصعب في ترابل شوت تمام. هنت كمان، لو انا عملت دلوقتي الكونفيجريشن حولت الراوتر بتاعي لفريم ريلي سويتش بالطريقه بتاعه المره اللي فاتت وجيت اعملها بالطريقه دي هيدي ايرور يا دي يا دي. ما ينفعش الاثنين، ما خلاص عملتها بالطريقه دي بالظبط يا دي يا دي. انا نفسي بفضل اللي فاتت تمام. اخر حاجه بقى تكنولوجي الفريم ريلي كلها بنسميها ان بي ام اي، ان بي ام اي نان برود كاست ملتي اكسس. قلنا المعلومه دي صح؟ نون برودكاست يعني ايه؟ يعني المفروض ان انا في الوان مفيش برودكاست بيعدي الا لما انا اسمح لانواع معينه من البرودكاست، زي اللي هي الجمله اللي كتبنا في اخرها برودكاست. ملتي اكسس. يعني ايه ملتي اكسس؟ يعني برانش 1 او راوتر 1 مش قدامه واحد بس، لا ده ممكن ياكسس برانش 2 وممكن ياكسس برانش 3. عشان كده اي تكنولوجي اكتر من راوتر بياكسسوا بعض بنسميها ملتي اكسس تمام. يبقى احنا كده اعتقد خلاص قفلنا الفريم ريلي تقفيله محترمه يعني.